اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. مشاهد من الكر والفر في شارع القصر العيني. احنا شايفين دخان، واضح ان دي قنابل مسيله للدموع. اكيد هناك تبادل للضرب ما بين قوات الامن ومش عارف مين اللي موجودين في شارع القصر العيني. ما اقدرش اقول دول متظاهرين، دول ايه بالظبط اللي بيعتدوا على قوات الامن؟ ايه المبرر؟ ايه اللي حصل؟ مش عارف. طيب عمرو، الحديث عن المعارضه طول الوقت، تواصلها مع الناس، انتوا قاعدين واصلين على طول اسقاط النظام، وكان المعارضه كل هدفها اختصر في اسقاط النظام، وكان مشاكل مصر هتتحل باسقاط النظام، في حين ان البعض بيرى ان المعارضه لا قادره توصل للشارع ولا تقدم حلول بديله ولا تقدم تصورات ولا قادره توصل للخارج. انا عرفت ان كل الاجانب او الشخصيات اللي جت زي جون ماكين وغيره مصر، كانت الحوارات بينكم لما بتقعدوا معاهم هم شايفين ان الازمه اقتصاديه، وشايفين ان انتوا بتبالغوا او مش واصلهم ان في اعتراضات حقيقيه من الشارع، انتوا لا تعبروا عن الشارع. تمام، خلينا نتكلم بصراحه شديده، ونتجاوز على الاقل في النقطه الاولى اللي انا هذكرها دلوقتي الحاجز الفاصل بين الحكم والمعارضه، ونتكلم كلنا كمصريين. تمام. همنا وطن كويسة. في الحقيقه، وهي مسألة مؤلمة جدا يا خالي، احنا سنتين بعد ثورة عظيمة، انا اعتقد ان السياسة افسدت الثورة، وان احنا كلنا نتحمل المسؤولية. وخلينا صراحة مع بعض، الثورة لم يصنعها لا سياسي ولم تصنعها الاحزاب السياسية، وساهم بها بدرجات مختلفة وعلى مراحل مختلفة الشعب المصري، ورفع الشعب المصري بدون تدخل من احد مطالب واضحة وصريحة وناجعة جدا، الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وكل ده في إطار دولة عدالة ودولة حق ودولة مساواة. السياسة من 11 فبراير 2011 حكم ومعارضة، وفي النص مجلس عسكري قعد فترة وبعدين مشي. السياسة من 11 فبراير 2011 إلى يومنا هذا أفسدت هذه الثورة ودفعت بها بعيدا عن تحقيق مطالبها. ولو احنا كلنا ما اعترفناش بان كل مجموعه، كل حزب، كل جماعه، كل فصيل وقع في مجموعه من الاخطاء، احنا ما احناش امناء بدرجه كافيه مع الراي العام المصري، وما احناش مقدرين، وانا اقسم بالله ان هذا الكلام اسمعه كل يوم، ما احناش مقدرين حاله العزوف اللي بقت عند الناس. الناس فاض بيها، كفرت نفسها، احوالها تتحسن، بتشوف دولتها بقى ليها مظاهر الدوله الفاشله. خلينا صراحة مع بعض، صح. اللي احنا بنشوفه ده ما يتسماش بتسميه تانية، مفيش مؤسسه من مؤسسات الدوله بتعمل الواجبات المنوطه بها صح، لا الرئاسه ولا حتى المجالس المحليه. خلينا صراحة، لا حكم ولا معارض، فده بيحصل، فلازم نعترف ان احنا غلطنا. وانا طب نصلح غلطنا. انا هقول لك، انا خارج اشارك بكره، وانا كاتب بكره في عمودي ان انا قبل ما اخرج اشارك انا بعتذر ان احنا لا عملنا خريطه طريق واضحة مع بعض، ولا عرفنا ندير المرحلة الانتقالية كويس مع بعض، وكلنا أخطأ. طب نصلح ازاي؟ عندك خريطة الطريق دلوقتي؟ بص، أنا هقول لك، خريطة الطريق دي مش هتيجي مني، وأنا وصلت لقناعة إن في الحقيقة الحكم والمعارضة في مواقعهم هيقعدوا موجودين في مواقعهم دي فترة، وإن الأمل هو في المساحات الوسيطة، حركات زي 6 أبريل، مجموعات أخرى بعيدة عن السياسة الرسمية بخناقاتها، بصغائرها، بكبائرها، بخطاياها، تقدر تطور لنا خريطة الطريق، وإحنا لازم نشارك. بس أنا عايز أقول لك إيه اللي أنا شايفه دلوقتي. أنا شايف إن على الحكم إعادة النظر على رئيس الجمهورية، هو ده الرئيس المنتخب، هو اللي اديته أغلبية الشعب المصري من خلال صندوق الانتخابات الشرعية الديمقراطية، ونفس الديمقراطية دي مرة تانية، حتى لو الكلام ده ما عجبش الدكتور خالد، مش هتحمي الديمقراطية دي يا دكتور من دعوة لانتخابات مبكرة. قد يدعو لهذا الأمر الآن قطاع شعبي محدود، لكن أؤكد لحضرتك لو استمر الأداء الرئاسي وأداء الفريق الرئاسي والفريق الحكومي على السوق الحالي، ستتسع القواعد الشعبية المطالبة بهذا، لأنها بتبحث عن تغيير. وبالمناسبة، دول كتيرة جدا، الأرجنتين مثلا، دول كتيرة في أوروبا الشرقية، في فترات التحول الديمقراطي كان عندها 3 و4 رؤساء في سنتين وأقل. ليه؟ لأن الناس دايما بتبحث عن حل. لازم نعي ده. الرئيس عليه إعادة النظر يا خالي في أكثر من أمر. أولا في الأداء، أداء الفريق الرئاسي والحكومي في الملفات الاقتصادية والاجتماعية، فين الخطة؟ فين الرؤية؟ الرئيس راح القمة العربية بيتكلم عن تحديث التعليم وعن الفجوة المعرفية والتكنولوجية والتنمية. طب أنا آسف إن أنا اضطريت إن أنا أكتب وأقول هو فاقد للشيء، فكيف يعطيه للإطار الإقليمي؟ ده ما قاليش هيعمله إزاي في مصر، رايح يتكلم عنه إزاي أمام المحيط الإقليمي ككل. إعادة النظر في أداء
الفريق الحكومي على مستوى ملفات الاقتصادية والاجتماعية، إعادة النظر في الإجراءات الانفرادية المختلفة اللي في الحقيقة هي التي أطاحت بأمل الوصول لدستور توافقي، واللي هي خلت الحوار الوطني يا دكتور خالد بدون ضمانات جدية. ما أنا في الآخر إزاي أروح أشارك في حوار وبعدين ما فيش التزام بنتائجه؟ يتقالي لا تعالى وقعد وقول اللي أنت عايزه. طب الناس اللي راحت وقالت اللي هي عايزاه حصل باللي هي قالته إيه؟ تم تنحيته جانبا لحسابات اغلبيه واقليه داخل مجلس الشور. اعاده النظر من جانب الرئيس في تعامله مع مؤسسات الدوله، الكلام عن الاخوانه، لا هناك العديد من المظاهر الفعليه. انا مش خالص رافض لاخوانه الحكومه، انا مع وزاره بالكامل من الاخوان. ده صندوق الانتخابات بقى هو اللي بيقوله لي، نجح في صندوق الانتخابات يجيب كل المستشارين، مش شرط حتى مستشارين من خارجهم، وكل الوزراء ان اراد. وكل لكن المحافظين لا، المحافظ انا كان عندي مشكله ولسه عندي مشكله مع الدستور ان المحافظ لسه بالتعيين مش بالانتخاب، دي قضيه اكبر. بس جسد الدوله الاداري والتنفيذي بعيد عن المستشارين والوزراء لابد ان يكون مستقل ومحايد، يبقى فيه معيار الكفاءه، مش صحيح. اهل الثقه صح. مش العشيره، لازم صح. ادي كفاءات زي ما الدكتور خالد كان بيقول، استمع للمختلف معي يمكن هيفيدني في حاجه. إعادة النظر في المسألة دي مهم. على الرئيس أيضا إعادة النظر في المسافة بينه وبين الجماعة. خليني أقول لك بصراحة، الرئيس محتاج لخطوة، لأكتر من خطوة بعيد عن الجماعة عشان يبقى رئيس لكل المصريات. ممكن يطالب الجماعة أنها تاخد الخطوة دي بعيد؟ معرفش، أنا برضو أصلا ما انتخبتهاش، أنا بطالبه هو لأن أغلبية الشعب انتخبته. نعم. وبالتالي مشروع جدا أنا أقول له أنت تتحمل المسؤولية. المعارضة بقى عليها إيه عشان ما أبقاش أنا مليل الكفة والسرعة؟ أنا بقول لك إن المعارضة عليها واجب ان تتقدم للشعب المصري ببديل متكامل، مش كفايه الرفض، مش كفايه ان انا اقول لا. ولما اتكلم عن تعديل الدستور بجانب تحديد المواد اللي انا عايز اعدلها او اغيرها او اسقاط الدستور والصيغه الاجرائيه التغيير والتعديل، اقول المواد، اقول عايز اوصل لده ازاي؟ بضغط شعبي ولا بسياسه ولا بمشاركه في انتخابات وضماناتها ايه؟ لازم اقدم بديل للاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه، مش هقعد ارفض اقول قرض الصندوق لا، الفلوس دي انا خايف منها وهنا انا شايف شبهه حاجه، طب انا ايه بقدم ايه؟ خلونا بقى نرتفع بمستوى السياسه والحوار السياسي، فواجبنا ان احنا نقدم بديل. اخر حاجه اقولها كلمه واحده بس، انا ادعو الجميع ان احنا نبتعد عن، حتى جوده النقاش العام بقت اسوأ بكتير مما كان عليه الحال من سنتين. صحيح. في تخوين وفي تكفير وفي انتقاد، اول ما بتبعد وبتقول حاجه مش عاجبه حد بيتشاط فيك، وحصل دوت من نواحي كتيره جدا. نرجع بس بقى لحوار كده حتى هادي ومتزن وما فيهوش كتر الكلام والتخوين والتكفير. اسف للاطاله. لا طيب، ختمها مسك الدكتور شعبان. الله يكرمك يا استاذ. لا ده انا عايز اسالك. عايز اسالك عن الاخوه الاعزاء اللي جايين يزوروا مدينه الانتاج. احنا على فكره مش معترضين خالص ان حد يجي يعبر عن رايه او رفضه، احنا بننقلهم، بيكسروا لنا كاميراتنا بره وبننقل برضه شتمتنا وصورنا، ما عندناش مشكله خالص، حق اي حد انه يعترض، احنا طالما بنحيي ده وبنشوف ان دي ديمقراطيه. بتشوف ان وسيله فكره اتهام الاعلام بالفساد ثم اعلان دوله اسلاميه؟ هو بس في البداية بس حبيت أوجه نظر الأخ أحمد اللي قال إن حزب النور حول العملية الجنة ونار. أنا في وسط أربعة، إذا كان حزب النور منذ بدأ العمل السياسي استخدم الخطاب الديني في ووظفه للسياسة، حد يقول لي متى وظفه؟ تمام. فبالتالي أنا مش فاهم معنى لهذه العبارة اللي قالها الأخ أحمد دي في البداية يعني. وأنا موافق على معظم الكلام اللي قاله الدكتور عمرو، فعلا موافقه، ولذلك أغناني عن تكراره مرة ثانية. كويس. دعنا بقى نقول الحل إيه. احنا لازلنا نتكلم عن شخص الرئيس وكأننا في دولة ما عملناش ثورة ولازال شخص هو كل شيء. لا، احنا في الدستور الجديد اصبح شخص الرئيس يمتلك 50% من السلطة التنفيذية، وال50% الاخرى للحكومة اللي هيشكلها مجلس الشعب. انا بدعو كل الاطياف، اذا كنتم تريدون دولة تدار بشكل جماعي، تعالوا نتكتف الانتخابات وكل يدخل مجلس الشعب اللي جاي، كل الطيارات، واحنا بهذه الميزة اللي موجودة في الدستور هنمتلك السلطة التشريعية والسلطة الرقابية وهنمتلك نصف السلطة التنفيذية. عندما نتكتل ونبني وزارة تقوم برسم السياسة العامة للدولة وتشارك الرئيس مناصفة في رسم السياسة العامة للدولة، وبالتالي ده هو الحل. وبالتالي هذا المجلس هيدير إدارة جماعية، لا يترك العملية للرئيس وحده، لأن الرئيس لا يستطيع بوحده أن يدير دولة، هذا غير صحيح إلا في الدول الدكتاتورية. وبالتالي احنا اللي هنضع السياسه العامه ونحط اولويات، ويبقى مجلس شعب غير اللي فات يستطيع ان يضع خطه واولويات ويحاسب نفسه بنفسه كم حققنا خلال هذا الشهر من هذه الخطه. ده الحل الوحيد، ولذلك انا بدعو الاحزاب. صحيح ان عمليه الانتخابات احنا اولا التلتي والتلت برضو عشان بتتكرر كتير جدا، هذه وضعتها المعارضه والموافقه. احنا كنا مشكلين لجنه برئاسه الدكتور محسوب، مجلس الوزراء كان مشكلها، وكنا بنريد انتخابات بالقائمه قائمه كامله، الا ان حزب الحريه والعداله كان عاوزها فرديه كامله، فوفقنا بين المتناقضين بان احنا نقول الثلثين والثلث. دخل في قانون الانتخابات حاجات لا ترضي المعارضه، ربما لا ترضي المعارضه حكايه المراه،
لكن انا لازلت اخاطب المعارضه، وقلت الكلام ده مع الدكتور عمرو قبل الهوى مباشره. ايه اللي يمنع المعارضه انها تحط المراه على راس قائمه؟ ايه اللي يمنع المعارضه انها تتنافس من خلال وضع قبطي في قوائمها؟ فما نخليش التكئه بتاعتنا القانون. في القانون في حكايه المستقل والحزبي ويغير حزبيته، ودي كان بيعملها الحزب الوطني، انا ضدها. لا، ولذلك بخاطب الدكتور مرسي ان من حقه ان يعيد القانون الى المجلس لكي يغير هذه الجزئيه، بحيث لا يعطي، انا دخلت على صفه انتخابيه محدده حتى لا يتهم الاخوان بانهم حزب وطني جديد، يجب تعديل هذه والرجوع فيها، والرئيس يملك بتاثيره الادبي على الحزب الاغلبيه في الشورى ان يغير. سؤالي هو الوقت خلص، بس ما ردتش على سؤالي. فالامل نعم. بالنسبه لايه ساعتك ارد على ايه؟ دعوه المعتصمين غدا امام مدينه الانتاج الاعلامي الى الدوله الاسلاميه. سيبك من فساد الاعلام، احنا قابلين للتحديد. هل يشارك حزب النور في هذه الدعوه؟ اسالني عن حزب النور فقط، اسالني عن حزب النور. طب طالما تمارس السياسه لابد ان يكون لك اراء في كل ما يمارس. انا ارى ان كل ما يحدث في مصر الان خارج عن السياق الذي يجب ان يكون. كل ما يحدث سواء في الاتحاديه او في مدينه الانتاج الاعلامي او في المحكمه الدستوريه، انت الان في دوله غير كامله، فبالتالي كل من كويس ان احنا لسه فاكرين ان في دوله بس غير كامله. نعم. طيب انا بشكركم جدا، نورتوني. شكرا. وانت طيب. اختم بصلوا على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، خير ختام لهذه الليله. غدا منذ الصباح ان شاء الله سنتابع معكم من 8 صباحا، سنتابع معكم ما يحدث في مصر يوم 25 يناير. الاستفتاء حتى الان 77% بيقولوا نعم، نؤيد مطالب بعض الأحزاب أو القوى الثورية في الذكرى الثانية للثورة بإقالة الحكومة والنائب العام وتعديل الدستور، 23% بيقولوا لا. خلونا نشوف النتيجة دي على أرض الواقع بكرة، هتبقى فاشلة زي ما قال طارق الزمر ولا هتبقى رسالة زي ما يراهن الكثيرون؟ نلتقي غدا إن شاء الله.